كذلك ينضم إلينا من رام الله عبد القادر البدوي الباحث في المركز الفلسطيني. سيد عبد القادر، تتابع معنا هذه الأخبار العاجلة. إعلام إسرائيلي يقول إن هناك 9 قتلى جراء صاروخ أطلق من لبنان، بينما ربما هناك من يقول من الصعب أن يسقط صاروخ خطأ في هذه الكتلة السكانية المزدحمة للغاية فيسقط على ملعب لكرة القدم. يعني هل لديك تعليق؟ يعني تحياتي لكم في البداية. يعني في أعقاب هذا الحادث المؤسف، نظرا لطبيعة يعني هوية الضحايا، نتحدث هنا عن يعني عرب من الطائفة الدرزية وهم سوريون، وفي غالب أو جزء كبير منهم خاض نضالا على مدار سنوات طويلة رفضا للتجند بالجيش الإسرائيلي أو حتى القبول بالجنسية الإسرائيلية. لكن هذا الحدث يعني لغاية اللحظة كل ما يعني يرشح من تقارير حوله هو يعني مصدره إسرائيل والرواية الرسمية الإسرائيلية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الرواية الإسرائيلية وتبنيها. لغاية اللحظة لا يوجد تعليق واضح من حزب الله حول الحادثة أو مكان الاستهداف، وبالتالي هناك أكثر من فرضية وأكثر من سيناريو. يعني ليس مستبعدا من أن يكون هذا الصاروخ يعني أحد صواريخ القبة الحديدية أو مقلاع داود أو أحد صواريخ حتى المنظومة الدفاعية متعددة الطبقات. نتحدث عن 4 أنواع أو طبقات من المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، نتحدث عن القبة الحديدية، عن مقلاع داود، وعن منظومة السهم 2 ومنظومة السهم 3. وبالتالي خلال هذه الحرب كان العديد من يعني محاولات اسقاط الصواريخ او المسيرات فشلت، وربما يعني سقطت بعض الصواريخ الاعتراضيه الاسرائيليه في مناطق مفتوحه. حدث ذلك ايضا بعد يعني محاوله استهداف الاراضي السوريه، وسقط بعض الصواريخ الاعتراضيه في منطقه النقب في جنوب يعني اسرائيل. ولكن لغايه اللحظه كما ذكرت كل التفاصيل التي يعني تخرج من او تخرج حول هذه الحادثه مصدرها الروايه الاسرائيليه الرسميه، ونرى يعني ربما يعني تسرع اسرائيلي، وربما هذا يعني مقصود للقول وتوجيه الاتهامات لحزب الله، على الرغم من ان يعني الاخطاء هذه هي النقطة. سيد عبد القادر، هذه هي النقطة، فكرة توجيه الاتهام لحزب الله، او بالمعنى الادق والاكثر مباشرة توريط حزب الله. بمعنى حتى في الصباح اليوم يعني كان هناك اخبار عن حقل كاريش وان حزب الله ارسل هدهدا يعني جديدا يحاول ان يتجسس على كاريش، وإن البحرية الإسرائيلية أسقطت هذه المسيرة، علما بأن هناك من يقول من الصعب أن نصدق أن يقترب حزب الله بمسيرة من كاريش. فقط للتنويه، هذه الصور وصلتنا قبل قليل، هذا هو الملعب الرياضي، أرجو أن تكون تتابع الصور معنا سيد عبد القادر. يعني هذا هو الملعب الرياضي في مجدل شمس الذي تعرض قبل قليل لسقوط صاروخ على أرضيته. طبعا ملعب رياضي لكرة القدم موجود به أطفال ربما، شباب ربما. حتى اللحظة إعلام إسرائيل يتحدث عن مقتل 9 وإصابة آخرين. إعلام إسرائيل كذلك يقول إن 9 قتلوا في صاروخ أطلق من لبنان، بينما لم يتحدث حزب الله من قريب أو بعيد عن هذا الأمر حتى اللحظة للمرة الثانية أو الثالثة. وهذه الصور هي الصور المتاحة التي وصلتنا، ونلحظ بسهولة وجود سيارات إسعاف تحاول التعامل إذا ما كانت هناك حالات إصابات أو التعامل مع تداعيات سقوط الصاروخ على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس، من أكثر المناطق كثافة بالسكان في الجولان العربي المحتل. طيب الآن أعود إليك مرة أخرى سيد عبد القادر، وأقول لك أن صباح اليوم قيل أن حزب الله اقترب بمسيراته من حقل كاريش، وهذا يعني أن حين تحدث الاحتلال عن ذلك فإن من حق الاحتلال أن يرد على حزب الله وأن يؤمن مقدراته وهكذا. هذا هو ما أعنيه بسؤالي. يعني صحيح بالنسبة لهذا الخبر، يعني لا شك أن ذلك يأتي في إطار محاولة إسرائيلية لخلق شرعية لاستهداف لبنان أو حتى تعميق الاستهداف داخل الأراضي اللبنانية. حتى هذه اللحظة وعلى مدار 10 أشهر تعاملت أيضا إسرائيل وليس فقط حزب الله بشكل انضباطي في القصف، وهناك يعني استراتيجية إسرائيلية تصاعدية تماما كما يتبع حزب الله هذه الاستراتيجية، بمعنى التدرج في القصف من حيث المساحة والعمق. ويعني هذا يأتي ضمن يعني قواعد اللعبة أو قواعد الاشتباك
القائم على هذه الجبهة الإسنادية منذ 10 أشهر. إسرائيل يعني على الرغم من أن يعني تيار واسع في إسرائيل بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية معنيون بأن يتم يعني شن حرب واسعة النطاق على لبنان، تدمير قدرات حزب الله العسكرية، لكن هناك العديد من المعيقات السياسية الداخلية والدولية بالإضافة إلى المعيقات العسكرية في ضوء استمرار الحرب على قطاع غزة واستمرار تعثر الجيش في تحقيق أهداف الحرب والإرهاق وحالة الإرهاق التي يعيشها الجيش ونقص الموارد البشرية ونقص ربما المعدات العسكرية، كل هذه الأمور طيب. حالة دون أن يعني يسمح لإسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية. اضطر إلى مقاطعتك يا سيد عبد القادر طبعاً. للأسف يعني وأرجو أن أكون يعني موفقا في ضبط مفرداتي على الهواء. يعني الآن تأتي الأخبار بمفردات تحتاج إلى بعض التدبر. يعني مثلا هذا الخبر وصلنا للتو، مثلا يعني يجري رئيس أركان الجنرال هيرتسي هاليفي جلسة بعد قليل لتقييم الوضع مع قائد القيادة الشمالية، مع قائد القيادة الشمالية ورئيس هيئة العمليات وقائد سلاح الجو وقادة آخرين، وذلك في أعقاب إطلاق القذائف نحو منطقة مجد الشمس وشمال البلاد. هنا تحديدا يا سيد عبد القادر استخدم أن ثمة اجتماع لرئيس الأركان مع القيادة الشمالية ومع سلاح الجو للنظر فيما حدث في مجد الشمس. هل تزعجك هذه المفردات؟ يعني في إسرائيل تحاول دائما الاستفادة من أي من مثل هذه الحوادث، وهذا يأتي ضمن الحرب النفسية. إسرائيل لا تشن فقط حروبا تدميرية عسكرية وأمنية وسياسية على الفلسطينيين وعلى المنطقة العربية، وإنما أيضا تحاول الاستفادة من كل هذه الحوادث في إطار الحرب النفسية ومحاولة يعني وصم المقاومة الفلسطينية والعربية بالإرهاب بين مزدوجين، تستفيد ربما أو تسعى للاستفادة من ذلك حينما يتعلق الأمر بالفلسطينيين في الداخل في حال سقوط ضحايا ربما بالخطأ وبغير قصد من استهداف حزب الله. حدث ذلك في العام 2006 وهناك يعني قرابة 28 شهيد فلسطيني ارتقوا يعني بشكل غير مقصود وبالخطأ خلال حرب عام 2006 على لبنان. اليوم حدثت مجد الشمس، تحاول إسرائيل في إطار الحرب النفسية يعني الاستفادة من هذا الحدث من أجل يعني ربما خلق الشرخ ويعني ربما السعي لخلق حالة من الشرذمة أيضا بين الفلسطينيين وبين العرب في إطار حالة ربما التعاطف والتضامن العربي السوري الفلسطيني وأيضا القومية العربية.